شو رأيك في شخص ما يبادر وما يحسسك بأهميتك؟ ترى علاقة الشخص هذا منه إذا ريلك، أو ممكن يكون سؤال من رجل عن امرأة أو زوجتك، إذا خارج هذا النطاق لا خلينا نجلس نعرف ليش ما في اهتمام، ليش ما في هالإحساس، من متى بدأ هالشيء؟ هل الشخص نفسه اللي أنت تتوقعين منه يبادر أو أنت تتوقع منها تبادر، هل حصل معها ظروف؟ النساء هرمونات تمشي على الأرض، هل إذا أنت راعي السؤال رجل، هل هالمرأة استوى معاها لا سمح الله، هل هي في حمل، هل هي في ما بعد الولادة، هل هي عندها ظرف، حد توفى، حد لا سمح الله، لازم نعرف. إنزين خارج الزواج، واحد ما يهتم فيني شو أبغى فيه؟ اللي ما يهتم فيني واضح ما يهتم فيني. الرسالة عندك رسالتين، رقم واحد أنا ما أباك أو أنا ما أباك، رقم اثنين ارفع استحقاقك. ليش يالس تترجى من الناس شفقة الإحسان للاهتمام؟ ليش مو مكتفي مع نفسك؟ أو أنت ليش مش مكتفية مع نفسك؟ تعالي خلينا نشوف شو سبب هذا الاستحقاق المنخفض. طبيعي عادي تحصل، كلنا نمر باستحقاق منخفض لو على الأقل مرة في الحياة.